ايوه تعاليلي. حاضر. طبعا كده قاعد تلغيه وتاخد وتدي بشكل ودي. نجمي بقاله ساعة في مكتبها وما اشتكاش. وهيشتكي ليه مدام الهانم مدلعين؟ حرام عليكوا، اتقوا الله. كل ده عشان موظفة شاطرة. شاطرة؟ قوي. شاطرة قوي. استر على ولايانا يا رب. الله. ده الورد جه. شفتيني؟ بيقولوا إن شكله في الحقيقة أحلى بكتير من شكله على الشاشة. أنا ما خدتش بالي، هو طلب تحويل وأنا بعمله له دلوقتي. اقعدي. وأخدتي تليفونه؟ وأخد تليفونك؟ أنا طبعًا ما كنتش عارفة أسمعكوا كويس، بس متأكدة إنه إداكي تليفونه البرايفت اللي مش بيديه لحد. حصل. حضرتك بتقري الشفايف ولا إيه؟ يا لقائنا اللي زي كمال زين دول عدوا عليا كتير قوي لو ما كنت في مكانك، عشان كده خلي بالك. خلي بالي من ايه؟ هو صياد شاطر وانت فريسه تستاهل، والدنيا اقوى مني ومنك مهما قلت لك. تقلقيش عليا يا فندم، انا ياما عدت عليا حاجات زي دي، بعرف اتصرف كويس الحمد لله. برضه خلي بالك، العمر بيعدي بسرعه، وانا عايزاكي تتعلمي مني، ما تقعيش في نفس غلطتي. أنا معرفتش أوفق بين حياتي العملية وحياتي العاطفية، لكن أنت لسه العمر قدامك طويل. يا فندم إيه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ أنت لسه صغيرة وزي القمر. نصابة. طب هو أنا ينفع أستغل فرصة المزاج الرايق ده وأستأذن بدري شوية النهاردة؟ في ميعاد مهم؟ ما حصلش لسه والله. خلاص، طالما شايفة إنك خلصتي كل اللي وراكي تقدري تستأذني. متشكرة يا أحلى وألذ وأصغر مديرة، عن إذنك.